اول حاجه انا كانت نعزي الناس اللي وقع لهم هذه الفاجعه هذه، والمرضى الله يشافيهم. حاجه واحده اللي ماش ندوزو هو ان بالنسبه للمركز الجهوي تحقن الدم ديال الرباط، بمجرد ما سمع الخبر كان تم تسليم الدم للمصحات المستشفيات الخاصه بهاد اللي كانوا فيها هاد الناس المرضى. وبالنسبه للناس اللي جاوا للتبرع بالدم فهم الناس اللي تعاطفوا مع هاد الحادث هذا، فالله يجازيهم بخير، هذا مشكورين. ولكن كنطلبوا منهم ان التبرع بالدم هو يوميا خاصنا واحد 300 دونور في النهار، ما خاصناش ناخذوا عدد كبير لان الدم كيتبيريما يعني كيتنتهي مده الصلاحيه ديالو، وخاصنا واحد العدد اللي هو ليميتي ديال 300 متبرع في النهار. فالله يجازيكم بخير، كنتمنى ان الناس يوزعوا على اليوميه ديالهم، بالنسبه للرجال كل شهرين يجيو يتبرعوا، بالنسبه للعيلة كل 3 شهور. فالعام كامل عندنا يوميا مرضى في المستشفيات كيحتاجوا الدم، والله يشافي جميع المرضى ديالنا. فطبعا من بعد ما سمعنا هذه الفاجعه اللي وقعت هذا الصباح اللي وقعت بين مدينه بوقنادل، الحديث نتاع انقلاب القطار اللي ادى للوفاه نتاع عشرات المواطنين المغاربه واصابه عشرات الاخرين باصابات خطيره، جات المبادره من جمعيه الطلبه. من بعد ما اتصلنا بمركز تحقن الدم اللي هنا في العرفان اتصلنا به، قالوا لنا بان كاين واحد الخصاص مهول ولا كان ممكن ان يجيبوا الطلبه. درنا واحد النداء للطلبه، وفي نفس الوقت اتصلنا باداره المعهد اللي وفرت لنا النقل وجينا لهنايا. دابا حاليا هناك تقريبا حوالي 50 طالب من المعهد الوطني احصاء والصيانه التطبيقي من اجل تقديم المعونه لهذ الناس اللي راهم دابا حاليا في وضعية محرجة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم ما جيتش باش نتبرع بالدم ديالي، سواء لأنه واجب وطني ولأنه طرات هذه الحادثة الفاجعة اللي حتى واحد ما كانش يتوقعها. الصراحة هاد المبادرة زوينة بزاف لأن تتبين التضامن ديال الشعب ديال الناس مع بعضياتهم باش نعاونوا المتضررين، واخا يرب ابسط الاشياء هو انه التبرع بالدم. اول حاجه كنعزي الاهالي ديال الناس اللي ماتوا، ثاني حاجه جينا لهنايا باش نديو اجر ونفهموا مع الجرحى مساكن اللي محتاجين للدم باش ما يكونوش عدد الوفيات اكثر. انا كمواطن مغربي جيت نتبرع الدم ديالي للضحايا اللي وقعات ضحايا القطار اللي اثرت في قلوبنا كاملين كمغاربه، وحنا جينا نتبرعوا اليوم باش ما قدينا.